السلام عليكم ورحمة الله. ظل منهج أهل السنة والجماعة منذ انتشار هذا المسمى محط الدراسات الفكرية الشرعية، ولعظم هذا المنهج واتساعه كانت دراسته وتحليل معالمه أمراً يتشوف له المنتسب لهذا المذهب قبل الخارج عنه. تهم عدة وإسقاطات متتالية على الواقع السلبي المعاش تتوجه فيها الأسهم إلى هذا المذهب، فهل العلة في ذات المنهج أم في المنتهجين له؟ حلقة اليوم هي الحلقة الثانية التي نوطئ فيها لمعالم منهج أهل السنة والجماعة صحبة الشيخ محمود بن موسى عضو هيئة علماء ليبيا. مرحبا بكم شيخنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم ولكم المشاهدين والمشاهدات. سيد مصطفى الله يحفظك. نتمنى حقيقة أن تراعى هذه السلسلة بالمشاهدة والاهتمام من قبل العامة وأهل الاختصاص، ونحن على أتم الاستعداد لفتح نافذة الحوار على ما يثار في هذه السلسلة في هذه الحلقة. شيخنا، وقفنا في الحلقة الماضية عند نسبة التطرف لمذهب السلف وكلام الشيخ عادل الكلباني الإمام الأسبق للحرم لما قال أن داعش نبتة سلفية تستدل بما في كتب السلف وتعتقد اعتقادهم. أولا تعليقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما ذكرت أستاذ مصطفى، أنا وقفنا في اللقاء الماضي عند عبارة ذكرها الأخ الشيخ عادل الكلباني وراجعتها، ووجدت أن الأخ عادل انطلق من منطلق شرعي على اعتبار الأصول التي ينطلقون منها والأدلة التي يستدلون بها. فبحسب الأصل وما ذكره أيضا أنهم لم يستدلوا بأدلة الطوائف الأخرى، وإنما استدلوا بأدلة أهل السنة. لكن هل فهموها فهما صحيحا؟ هل فهموا واقعها وأنزلوها على الواقع تنزيلا سليما؟ هنا محل النظر ومحل الإشكال في منهج هؤلاء. وإلا لو رجعنا إلى الخوارج الأولين الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لن نجد عندهم منهجا آخر ينطلقون منه. فكانوا مع الصحابة يتلقون منهم ويأخذون الدين عنهم، لكنهم جاءوا في مسألة التحكيم وبعض قضايا السياسة والخلاف السياسي الحاصل في ذلك العصر، وانحازوا بفهم معين، ثم تطور مذهبهم وتشكل فكرهم. فهم في الأصل لم يتبنوا أصولا منحرفة من طوائف أخرى، بل هم أول طائفة نشأت في الإسلام. ولذلك أنا أتعجب أيضا من بعض المشايخ عفى الله عنه حين قال الخوارج سلفيون، وهو من هذا المنطلق هو أراد أن يبين أنهم في كثير من أبواب المعتقد على معتقد الصحابة والتابعين، في باب الألوهية، في باب الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، يمكن يشير إلى مسائل أخرى كالقضاء والقدر أو نحو ذلك، فلا شك أنهم على معتقد الصحابة. لكنهم الخوارج الأول، الخوارج نعم الأولون، لكنهم أولا استقلوا بفهمهم وانحازوا بفكرهم عن فهم الصحابة الأنقياء والفهم النقي، ثم تطوروا وانطلقوا من أصول فاسدة. أولا كفروا الصحابة ببعض ما لا يستحق التكفير، ثم كفروا بالكبيرة وتشعبوا وتفرعوا وصاروا فرقا. كما ذكرت في المقدمة، هل العلة في المنهج في النص أو في المتمثل لهذا المنهج والنص؟ داعش مثلا على سبيل المثال تستدل كما ذكرت وذكر الشيخ هذه بنصوص أهل السنة والجماعة، تستدل بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، دائما يعنونون كتبهم ومقالاتهم بهذا الكلام، فأين العلة في هذا؟ ما هو الخلل؟ إما أن يكون في
فهم الدليل وما دل عليه من حيث المعنى، وإما أن يكون الخلل في تنزيل الدليل على واقع لا ينطبق عليه. فالذي حصل أنهم انطلقوا من أصول صحيحة ومطالب شرعية، يعني منها على سبيل المثال الخلافة، وهي مقصد وأمر شرعي يسعى إليه المسلمون لتوحيد كلمتهم، لكنهم لم يسلكوا في ذلك المسلك الشرعي الصحيح باتباع الأدلة الشرعية وبفهمها فهما صحيحا كما فهمها العلماء، ثم التنزيل على الواقع حصل فيه الخلل والانحراف. أيضا في الإجراءات والتطبيق على واقع الأرض حصل خلل عظيم جدا. فالشيخ أشار إلى جملة أنها عمل استخباراتي، وذكر عبارة جيدة أن أعداء الإسلام والمخابرات العالمية لا يستطيعون إنشاء فكر لا وجود له، لكنهم جاءوا إلى أفكار موجودة ودعموها ودعموا أصحابها ربما من حيث لا يشعرون، فتطور هذا الفكر وحصل هذا الانحراف. أنا سأناقشك في هذه المسألة. يعني داعش بالذات، تنظيم الدولة الإسلامية ومن قبله أيضا تنظيم القاعدة في بعض خروقاته إلى غير ذلك، يقولون أنهم ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة وإلى فهم السلف الأول، ولا يردون أصل مذهبهم وأصل أفكارهم مثلا إلى الخوارج. مثلا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإباضية فرقة من فرقة الخوارج، لكنهم هؤلاء لا يردون، تتحدث عن داعش مثلا، لا يردون أقوالهم وأفكارهم إلى مثلا الفكر الإباضي. كذلك هم لا يردون أفكارهم وأقوالهم إلى مثلا المدرسة الشيعية الاثنى عشرية أو مدرسة المعتزلة، وإنما هي مدرسة أهل السنة والجماعة. سؤالي بالتحديد، أين الخطأ؟ هل الخطأ في من درس وعلم وأنهج، أم في من تلقى؟ أين الخطأ؟ طبعا هو في قضية داعش هناك فعلا إشكاليات، كيف تطور هذا الفكر يعني من غلو في بعض الجوانب الجهادية. ربما لو انطلقنا من نظرية إحسان الظن بكثير من العاملين في الساحة، وأنهم إنما أرادوا الإصلاح والصلاح ورأوا أن الأمة لا يرجع إليها مجدها وعزها إلا بالجهاد، فانطلقوا من هذا الأصل، وكانت النواة في أفغانستان والجهاد في أفغانستان. ثم المتسننة من أهل السنة مع إحسان الظن ومع انطلاقهم من الأصول الشرعية الصحيحة، ربما يحصل الخلل في فهم الأدلة، لا سيما مع العمل الجماعي الحزبي. ربما أيضا يحصل دخول بعض الأعداء عليهم، لا سيما وأن يعني هذه الجماعة لا نعلم أن فيها علماء، وهذه إشكالية ينبغي الوقوف عندها. لا نعلم أحدا من علماء الأمة أو من طلبة العلم الأقوياء تبنى هذا الفكر ورآه صوابا وأصر له أو دافع عنه، وإنما يعني النشأة والتكوين والظهور أمر مجهول. ولذلك من قال بأنها عمل استخباراتي لم يبعد فيما قال بحكم الدعم والتأييد والدفع، ونحن حقيقة نرى أمرا عجيبا في الواقع. لكن الفكر فكر سلفي. لا أقول الفكر، وإن كان في الأصل قد يستدل صاحب السنة أو من يتبنى هذا المنهج ويحبه ويتعلق به قد يستدل بأدلة أهل السنة، لكنه ينحرف كما ذكرت في الخوارج. الخوارج الأولون ليس عندهم أصول في مبدأ وبداية خروجهم، ليس عندهم أصول من خارج الأمة أو من خارج أهل السنة، لكنهم انحرفوا يعني وضلوا. باختصار، هل نستطيع أن نبعد تنظيم الدولة وفكره عن معالم أهل السنة والجماعة ونقول أنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ هو حين يتبنى الإنسان فكرا منحرفا يبنى على أصول فاسدة، هنا إذا رجعنا إلى كلام أهل العلم في ضابط خروج الإنسان من دعوة أهل السنة والجماعة بحيث يعني يحكم بأنه ليس من أهل السنة، كما ذكرت في اللقاء الماضي ما قرره الإمام الشاطبي، أن يخالف في أصل كلي لا في فرع جزئي، وكذلك أن يعتقد أصلا يخالف به ما كان عليه الصحابة والتابعون في أصولهم في قواعدهم في طرائق استدلالهم في أمور المعتقد التي بينوها ووضحوها واعتقدوها،
إذا خالفهم في أصل كلي وتبنى بدعة من البدع المعروفة كالخوارج أو المرجئة أو الرافضة أو المعتزلة، هنا خرج من دائرة أهل السنة والجماعة بمخالفة هذا الأصل. لا أريد أن أضيق، لكن فإذا طبقنا هذه القواعد على تنظيم الدولة الإسلامية، أولا الخوارج هم ليسوا من أهل السنة والجماعة صحيح؟ نعم. إذن هل تنظيم الدولة الإسلامية يقاس بهم؟ هو الذي عليه جمهور أهل العلم المعاصرين أنهم تبنوا منهج الخوارج، لأنهم أولا كل من استحل دماء المسلمين بتأويل فاسد وبشبهة لم تبنى على أصل شرعي صحيح، نعم، وافق الخوارج الأولين وصار منهم. لأن منهج الخوارج يقوم على هذا، أنهم اعتقدوا جملة من العقائد تبنوها أقاموا عليها ولاء وبراء وعاقبوا من خالفهم فيها، ووصلت عقوبتهم إلى استحلال الدماء على هذا المنهج وهذا الفكر، فخرجوا عن الأمة وعن أئمة السلف بهذا المعتقد. طيب، هذا بالنسبة لتنظيم الدولة، وسنناقش لاحقا بإذن الله كيف نبين أو كيف ستبينون خروجهم عن مذهب السنة والجماعة إن كنتم ترون ذلك. بالمقابل فرقة أخرى حصرت هذه الفرقة مسمى بغلاة التجريح هذا المفهوم بها، مفهوم أهل السنة والجماعة، مفهوم السلفية، مفهوم الأثرية غير ذلك، لكن دعنا في مفهوم أهل السنة والجماعة. هؤلاء حصروا هذا الأمر بهم فأخرجت حتى السلفيين منه. من ينتقد المنهج السلفي بالذات يرى أن هذا المنهج، يعني المنهج السلفي، بني على الإقصاء أصلا، وبالتالي لا يستغرب أن تتم عملية الانقسام نفسها على نفسها. لا، هو يعني القول بأن منهج أهل السنة أو لا المنهج السلفي أو, أو من يعبر على بالتعبير الآخر المنهج السلفي، وإن كان اللفظان مترادفين في فهمي، من الخطأ أن ننسب الإقصاء إلى منهج أهل السنة والجماعة. إنما ننسب الإقصاء لبعض أفراد هذا المنهج أو لمن ينتسب إليه، وعندنا ما يدل أن بعض أهل السنة قد يقع بسبب الظلم أو البغي أو الجهل في مخالفة بعض الأصول أو الوقوع في بعض البدع. فهنا كمن يقول الإسلام فيه شوائب وفيه ما فيه، الدليل انظر إلى حال المسلمين وأخلاقهم وانظر إلى أفعالهم، فنقول الخطأ في المسلمين وفي الأفراد وما يقع منهم، وليس في الإسلام الذي هو منهج الله جل وعلا وهو الكتاب والسنة. فهنا منهج السنة والجماعة يقوم على أصلين مهمين، بيان الحق ورحمة الخلق. أصلاني يعني نجد أن أئمة السلف وبالأخص من نظر واستخلص مذهب السلف وقربه للأمة، نعم، قد بيّن أن هذا المنهج العظيم الرحب يقوم على العلم والهدى والرحمة، وأنه لا يتبنى الإقصاء إلا في حدود ضيقة وفي بعض القضايا الواضحة التي خالف فيها من خالف في المعتقد. أما الأصل فإنه يترفق بالمخطئين والمخالفين ومن يقع في بدع، ويدعوهم بالرفق واللين، ويسلك المسلك الشرعي في الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان هذا الخطاب يعني في غير المسلمين، إذا دعوناهم نجادلهم بالتي هي أحسن، فما بالكم بالمسلمين؟ نحن نعلم أن من أشرت إليهم ولاة التجريح، من يصفهم الناس بالمداخلة، أنهم سلفيون في جل قواعد وأصول ومنهج أهل السنة والجماعة، لكنهم في قضية التميز والاستعلاء واعتقاد أنهم انفردوا بالحق حصر الخلل، مع أن هذا الأمر أستاذ مصطفى جميع الجماعات والطوائف يتبنون ويشتركون معهم في هذا الأصل، يعتقدون أنهم كلهم يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق، هم أصحاب دعوة الإسلام أهل السنة والجماعة، يتميزون وينفردون وكلهم يستعلي، لكن ليس بالصورة التي ظهر بها إخواننا من ولاة التجريح، فإنهم بالغوا جدا في هذا. ثم
أخطأوا في الإجراءات وفي التطبيقات التي أرادوا أن يعالجوا بها أخطاء الآخرين، نعم، فوقعوا في أخطاء بل في بدع وخالفوا في بعض الأصول. أنا عندي في تنظيم الدولة لا يرى في الغالب من أقوالهم غيرهم مسلمون، إنما هم فقط المسلمين. بالمقابل غلاة التجريح سميتهم بالمداخلة وهم مشهورون بهذا الاسم حقيقة وإن لم يرتضوه، لكن أقول لا يرون غيرهم من أهل السنة والجماعة. أنت هنا الآن تراهم من أهل السنة والجماعة ولكنهم مخطئون أم لا؟ لا، أنا قد أفرق بين يعني المنهج وبين الأفراد. هو من حيث الأصل لا شك أنهم من أهل السنة والجماعة وأنهم سلفيون ينتمون إلى هذا المنهج ويعتزون به، نعم، ويرفعون به رؤوسهم، لكن بسبب قلة العلم والتأويل وقعوا في أخطاء ومخالفات خطيرة تخرجهم من حيث الجملة، من حيث الفكر والمنهج، من دائرة أهل السنة والجماعة. نحن عندنا أن من ابتدع بدعة بتأويل وأخطأ في فهم الدين في هذا الجانب وعمل بهذا أنه يعذر وأنه لا يبدع إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لكنه إذا والى وعاد على هذه البدعة وعاقب غيره بالتحذير والهجر فإنه يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. أنا بعد هذا الفصل سأسألك عن هذه البدعة التي بموجبها قد يخرج هؤلاء من دائرة أهل السنة والجماعة. أستاذنك شيخنا كذلك أستاذ المشاهدين في الخروج لهذا الفاصل الأول، من بعده بإذن الله نواصل. حياكم الله مجددا سادة المشاهدون، صحبة الشيخ محمود موسى، نتدارس سلسلة معالي أهل السنة والجماعة في حلقتها الثانية والتوطئة لهذا المفهوم. طيب، لازمنا نتناقش فيما خرج غلاة التجريح عن دائرة، لا نقول دائرة السنة والجماعة ولا عما، لكن على الأقل على الخطوط العريضة لأهل السنة والجماعة. طيب، أولا قبل الدخول في هذا أنا أبني يعني كلامي وحديثي على إحسان الظن بالمسلمين جميعا، ما شاء الله، وأنني لا أبنيه على سوء الظن ولا على نظرية المؤامرة والعمل الاستخباراتي ومثل هذه الأمور. أنا أتكلم عن أمور ظهر لي دليلها وأبين هذا قصدي وهدفي من هذا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح المسلمين، سواء تكلمت عن إخواني هؤلاء أو عن غيرهم. هذا هو المقصود وهذا هو الهدف، ليس بيننا وبين أحد من الناس عداوة شخصية حتى ننتصر لأنفسنا. طيب، أنا ذكرت أنهم ينطلقون في الأصل من مذهب السلف الصالح، نعم، وينطلق مؤسس هذه الجماعة بهذا الوصف وهذا التكييف، وهو شيخ ربيع المدخلي، وهو شيخنا كما ذكرت لك في لقاءات سابقة، وأنا 5 سنوات في المدينة درست عليه وأخذت عليه كثير من العلوم واستفدت منه، لكن نحن تعلمنا في منهج أهل السنة والجماعة ألا تقديس للأشخاص والرجال، من أخطأ يقال له أخطأت ويبين دليل خطأه. إذن من الأخطاء التي وقعوا فيها أنهم جاءوا إلى مسائل خلافية بل اجتهادية يسع فيها الاجتهاد والنظر، والمخطئ فيها له أجر والمصيب له أجران، فجعلوها محلا للولاء والبراء والإقصاء بل والعقوبة. فهم أحدثوا رأيا هذا غير موجود. كيف غير موجود؟ مسألة ذكرتهم، مسألة الولاء والبراء على الرأي والإقصاء، هذا ليس موجود عند أهل السنة والجماعة في منهجهم. هو ليس في منهجهم أبدا، هم يوالون ويعادون على أصول المسائل، على مسائل العقيدة، مع ابتداء إقامة الحجة، نعم، وإعذار المخالف، وأنهم لا يذمون يعني المسلم باجتهاد اجتهده وأخطأ فيه. نحن نرى علماء أجلاء خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي بعض الثوابت، ومع ذلك لا يزال علماؤنا يصفونهم بأنهم أهل السنة والجماعة، وعندنا أمثلة كثيرة. كلمة من النووي رحمه الله والإمام ابن حجر
فعندهم اجتهادات وافقوا فيها الأشاعرة، ومع ذلك وصفوا بأنهم من أهل السنة والجماعة. هذا باب سنطرقه لك على حال حين. نعم، فهنا جاءوا إلى مسائل، مثلا الخلاف في حديث الآحاد، هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ مع أن جمهور أهل السنة وجمهور المحدثين ويكاد أن يكون إجماعا يرون أن حديث الآحاد إذا لم تحتف به قرينة أنه يفيد الظن، رأوه يفيد العلم ووالوا وعادوا وأقاموا حول هذه المسألة مع اتفاقكم مع أنه يوجب العمل. يوجب العمل، نعم، هذا لا خلاف فيه عند أهل السنة. جاءوا إلى مسألة حمل المجمع المفصل في كلام الناس، هذه المسألة باتفاق العقلاء أن من تكلم بكلام مجمل في موضع، مع أن نحث الناس أن يتكلموا بالكلام المبين والواضح، لكن قد يتكلم الإنسان بكلام مجمل وهذا الكلام يحتمل حقا وباطلا، ورأينا له تأصيلا وتنظيرا وتأليفا وتصنيفا يقرر فيه خلاف أو أحد القولين، ألا نحمل مجمله على مفصله؟ هذا هو الأصل، يعني قالوا من أصولها البدع، كأنها مسائل يسع فيها الاختلاف، يسع فيها، وبالتالي هم يعني والوا وعادوا من أجلها، من أجلها. يعني هنا الإحداث، الأمر هنا الإحداث، الأمر وين؟ لو كان الحق معهم، يعني هي مسألة خلافية اجتهادية، لو كان الصواب معهم لما جاز لهم أن يوالوا ويعادوا، فالمصيبة والرزية أنهم أخطأوا ووالوا وعادوا على الخطأ، وهذه طامة. طيب، نجد كثير من المسائل، طيب في المسألة الأعظم من هذا كله هي مسألة إقصائهم هم لغيرهم عن دائرة أهل السنة، ما هو بهذا بهذه المسائل، هذه المسألة، هذا الإقصاء بحد ذاته ألا يعد بحد ذاته بدعة؟ لا، هو الإقصاء يعد من الغلو، يعد من الظلم، من البغي. أنا أتحدث عن الإقصاء بالجملة، قد ندرس في ما هو الإقصاء على أي شيء بني، حتى من غير هذا أصل ندرس في قديما أن البعض يخرج البعض من دائرة السنة والجماعة، لكن بهذه الكثافة، بهذه الطريقة، بهذه الهجمة، ولذلك لم يبقى في المدينة المنورة بل في العالم الإسلامي كله إلا عالم وعالمين يرجع إليهم الشباب فقط، فهذه ظاهرة مثلت، وبالتالي هل هذه الظاهرة نعدها أمرا محدثا في شرع الله أو في منهج أهل السنة والجماعة؟ لا شك هذا الانقسام والانشقاق وهذه الظاهرة ما تسميه إقصاء هو من باب العقوبات الشرعية، هم أحدثوا مسائل ومنها تقديس الأشخاص واعتقاد العصمة ولو بيسال الحال، ثم إقامة الولاء والبراء على هذه المسائل وهو الإقصاء، فحصل التبديع والتضليل والإخراج والهجر وعقوبات، وربما يتطور الأمر وقد حصل إلى سفك الدماء ولا حول طيب ولا هذا قوة إلا بالله. هذا عن مذهب الغلاة، وبالتحديد عندما سنتحدث عن المعالم سنبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المسألة وفي علم الرجال بحد ذاته. عندي سؤال، هل أهل السنة والجماعة فرقة واحدة أم هم غطاء لمجموعة من الفرق المختلفة؟ هو بالنظر إلى منهج أهل السنة من حيث الدراسة ومن حيث التأمل ومن حيث أنه منهج الصحابة والتابعين، هي فرقة واحدة، لكن لا يعني أنها فرقة واحدة محصورة في جماعة معينة محددة بتوجهات خاصة، فكل من يتبنى هذا المنهج ويرفع به رأسه ويتبنى الكتاب والسنة والإجماع ويفهم الدين بفهم الأسلاف الصالحين فهو من أهل السنة والجماعة، يقرب ويبعد بحسب قربه وبعده من موافقة هذا المنهج. فالآن مثلا يعني كثير من الجماعات التي في الساحة يتبنون في الأصل هذا المنهج وينتسبون إليه، بل ويتشرفون بالانتساب إليه. نعم. فلذلك هم من حيث الأصل من أهل السنة والجماعة، وبالمصطلح الضيق هم سلفيون. وإن كنت لا أرى فرقا كما ذكرت لك بين أهل السنة، غيرك يرى الفرق، ما هناك دليل على هذا التفريق. أهل السنة والجماعة، الأثريون، السلفيون، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، كلها مسميات لطائفة واحدة تعتقد عقيدة واحدة، لكن ليس عندنا أن السني معصوم من أن يقع في خطأ أو في بدعة أو في أصل فاسد. إذن أنت ترى شيخنا أنها هي
يعني فرقة واحدة ولكن أفرادها غير معصومين. نعم. طيب هل مذهب أهل السنة والجماعة مذهب اعتقادي أم منهج سياسي؟ وبالتالي سأسألك أيضا بعد هذا عن الفرق بين المعتقد أو العقيدة والمنهج. لكن خلينا في السؤال الأول. منهج أهل السنة والجماعة منهج متكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حين نقول منهج أهل السنة والجماعة نحن لا نعني أنها جزئيات من الإسلام أو أنه من فروع، نحن نعني منهج الإسلام الذي بعث به سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. الإسلام الصافي هو سماكم مسلمين، هو منهج أهل السنة والجماعة. لماذا سميناها بهذا الاسم؟ السبب أن هناك من خرج عن هذا المنهج وتحيز عنه بفهم مخصوص. طيب منهج هذا عقيدة أم هذا المنهج سياسة؟ عقيدة وشريعة وسلوك وأخلاق. والسياسة في الإسلام إنما هي جزء من أجزاء الشريعة وقسم من أقسامها وليست قصيمتها السياسة العادلة. طيب لماذا هذا السؤال؟ لأن مسألة العقيدة هي نصوص ثابتة، وبالتالي من خرج على هذه النصوص تستطيع أن تخرجه أنت عن يعني العلماء عن هذه الدائرة. لكن يقول القائل أن السياسة هي باب مفتوح والأصل فيها الإباحات، ومعروف يعني ما لم يخالف الشريعة وبالتالي بابها مفتوح. نعم. وهذا يجرني للحديث عن الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة بالاسم، يعني الإخوان المسلمين مثلا، التحرير، غيرها التي انتهجت نهج حتى المقاتلة، حتى ما يقولوش الإخوان يعني مش نكلم على الشباب. فهذا السؤال بالذات، هل هؤلاء الأحزاب كلها يعني خارج أهل السنة الجماعة، أم أن باب السياسة اللي هو باب مفتوح الإباحة فيه أكبر، هذا يعني يجعلهم من دائرة أهل السنة الجماعة، وإن خالفوا ما تعتقدون أنتم أنه من السياسة الشرعية؟ هو إذا قلنا أن السياسة جزء من أجزاء الشريعة وقسم من أقسامها، ونحن نعلم أن السياسة نوعاً نصوص ثابتة واجتهادات تخضع للمصالح والمفاسد. نعم. فما يتعلق بالجانب السياسي الاجتهادي الذي يجتهد فيه السياسي أو ولي الأمر أو الحاكم المسلم فيما يتعلق بمصالح الناس والسعي في منافعهم بما لا يتعارض مع الشريعة، لا شك أنه داخل في السياسة الشرعية. نعم. لأنها ليست منصوصة. إذا جئنا إلى جماعة الإخوان المسلمين، عملهم لم يكن سياسيا محضا. وأنا ذكرت في لقاءات سابقة أن الكلام عنهم يعني له عدة مرتكزات. هناك مرتكز الجانب السياسي في تعاطيهم للعمل السياسي. طيب. هناك مرتكز الجانب الدعوي، فالجماعة لها نشاطات دعوية ولها يعني جهود فكرية ولها إنتاج. أيضا فيما يتعلق بالمؤسسين والقادة والرؤوس. يبقى أيضا الحديث عن المنهج الكلي للجماعة. طيب. منهج العام حقيقة يعني من تأمل في المنهج العام، من تأمله وجد فيه ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة في نظري. وهذه المسألة يعني أراها من المسائل التي تخضع للاجتهاد. ولذلك العلماء مختلفون حتى في الحكم على جماعة الإخوان المسلمين. طبعا أنا الآن أتكلم عن أصول يعني المسائل ولا أتكلم عن أفراد. هناك فتاوى مشهورة للعلماء يعني يخرجون من قام بعمل دعوي يعني كالتبليغ مثلا أو عمل سياسي، تحزب العمل السياسي كالإخوان والتحرير وغير ذلك، يخرجونه من دائرة أهل السنة والجماعة. أعيدك إلى صلب سؤالي، أليست السياسة الشرعية باب مفتوح وبالتالي هؤلاء انبثقوا من باب السياسة الشرعية؟ لا. أم أن لأهل السنة والجماعة منهج سياسي محدد خالفت فيه هذه الجماعات هذا المنهج فخرجت بفتوى العلماء من دائرة أهل السنة والجماعة؟ لا لا لا، هو بالنسبة للأمر السياسي الاجتهادي الذي ليس فيه نصوص قطعية، العلماء لم يخرجوهم من دائرة أهل السنة والجماعة بالخطأ السياسي. في نظري وفي حسب اطلاعي أن من أخرجهم إنما أخرجهم لتقصيرهم في إقامة السنة أو لعدم نشاطهم في الدعوة للتوحيد. ربما أنا أقول يعني لهم اجتهادات ولهم نظرة للواقع، ربما رأوا أن واقعهم المنقسم وشدة هجمة أعداء الإسلام على الإسلام أن يؤخروا
الدعوة إلى التوحيد والسنة والمسائل العقيدة، وبعبارة واضحة الدعوة إلى خصائص أهل السنة والجماعة، فلا نجد عندهم نشاطا. ربما السبب كما ذكرت لك لا نجد عندهم بالمطلق أو نسبيا، لا هو لا نجد في الجملة وفي الغالب، نحن لا ننكر أنه موجود، طبعا الباب عندهم مفتوح للردهم. نعم. إيه؟ لكن ليس بالصورة المطلوبة. أنا أقول هذه المسألة ربما السبب في عدم اشتغالهم يعني في الدعوة إلى التوحيد، السبب في هذا أنهم رأوا واقعهم وأرادوا أن يجمعوا أكبر عدد من الناس تحت لوائهم ثم يقيموا نعم. دولة الإسلام. طيب البعض شيخنا يقول لماذا أنتم تحدث عن الدعوة السلفية بالذات أو علماء الحجاز أو حتى من أخرج الإخوان المسلمين أو التحرير أو غيرهم أو التبليغ من دائرة السنة الجماعة والفتاوى مشهورة شيخنا تعرف هذا، لماذا لا ينظرون إلى المسألة بعموم المسلمين؟ وبالتالي السلفيون قائمون على ثغرة من ثغور الإسلام اللي هو التوحيد مثلا، والإخوان المسلمون قائم والتحرير مثلا قائمون على ثغر من ثغور الإسلام وهو ماذا؟ السياسة، والتبليغ قائم على ثغر من ثغور الإسلام وهو الدعوة إلى الوعظيات أو غير ذلك. وبالتالي لو ننظر إلى نظرة شاملة ومتكاملة نجد أنهم كلهم من دائرة أهل السنة الجماعة، يقول بعض هكذا، وبالتالي يعني هذا هو العمل الجماعي الإسلامي المنظم. لكن هو أستاذ مصطفى بالنسبة للإخوان المسلمين لو تأملنا بإنصاف لا نجد يعني لهم عقيدة ننسبهم إليها، يعني هم أنفسهم لم يتبنوا معتقدا واضحا يدعون إليه ويتجمعون حوله. ألا يدل هذا على أنهم هم يعتقدون معتقد أهل السنة في الغالب، وبالتالي هم توجهوا انطلقوا من معتقد أهل السنة وتوجهوا للعمل السياسي؟ لا، هو يا ليت هذا التنظير كان موجودا. هو الآن كما ذكرت لك بسبب الواقع الأليم، بسبب قوة أعداء الإسلام، بسبب سقوط الخلافة، أرادوا أن يجمعوا أو بعبارة أوضح، حسن البنا رحمه الله لما أنشأ الجماعة أراد أن يجمع أكبر عدد من المسلمين بهذه المقاصد والأهداف التي في جملتها طيبة، فحاول بقدر الإمكان أن يغض الطرف عن الجانب العقدي، لأنه رأى أنه لو اهتم به سيتفرق الناس، سيكون هذا معتزلي وهذا سلفي وهذا أشعري وهذا صوفي، فلن يجتمعوا، فأراد أن يجمعهم وذكر لهم تلك القاعدة: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في الجانب العقدي. فلا تستطيع أن تنسب الجماعة إلى طائفة عقدية معروفة، وبالتالي هي ضمت تحتها من المآخذ المشهورة على هذا، ضمت تحتها جميع الفرق بل حتى النصارى، صح؟ هذا الذي يعني هو ما نقول ضمت، لكن كان من متعاونين أو كان من يشتغل معهم من النصارى. طيب أنا سأترك هذا المجال لمن ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين مثلا ليرد على هذا الكلام في طرح علمي مباشر. لماذا ذكرت منذ قليل شيخنا مسألة هل جماعة أهل السنة والجماعة مظلة أم ماذا؟ عندنا في شرح الواسطية الشيخ صلاح الشيخ الواسطي العقيدة شيخ الإسلام يقول شرح الشيخ صلاح الشيخ: أنهم أصحاب السنة الذين لزموها أهل السنة الجماعة باعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم، يعني في الجملة، وتركوا غير ما دلت عليه السنة. ماذا يعني قوله في الجملة أو قوله في الجملة قوله؟ نجد هناك تعبيرات لأهل العلم، حتى الإمام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن مصطلح أهل السنة والجماعة قال له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يدخل فيه كل من لم يكن شيعيا رافضيا، فجميع أهل السنة في الجملة الذين لم يتبنوا الرفض هم من أهل السنة، فيدخل فيه المعتزلة والصوفية وغيرهم من طوائف أهل السنة. والاصطلاح الخاص ومن يعبر عنهم الإمام تيمية بأتباع السنة المحضة، الذين لزموا السنة وتحروا اتباعها ولم يخالفوا إلا في مسائل يسع فيها الخلاف والاجتهاد. لكن الآن لو نظرنا بإنصاف لوجدنا كما ذكرت لك آنفا أن علماء السنة أدخلوا علماء أجلاء ممن عرفوا بالصدق وبالرسوخ في العلم، أدخلوهم في أهل السنة والجماعة مع وجود مخالفات عقدية.
وإن شئت مثلت لك. ذكرت منذ قليل النووي أنت وابن حجر. إيه. وحتى أن بعض طلبة العلم ألف رسالة وأعطى هذه الرسالة للشيخ الفوزان ليقدم له. فكأنه لما جاء عند ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال وهو من أهل السنة والجماعة فيما وافق فيه السنة. قال وقد طلب مني الشيخ الفوزان أن أحذف في موافقة فيه. يريد أنه من أهل السنة والجماعة مطلقا. إذا انتسب إليها واعتزى إليها ولم يتبنى أصولا تخالف أهل السنة، بمعنى خالف في فروع العقيدة مثلا في باب الأسماء والصفات يتبنى إثبات الصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف، لكنه جاء إلى صفة من الصفات وأخطأ فتأولها أو خالف أهل السنة، المسألة عقدية، لكن لا نقول إنه خالف في أصل كلي، بل أخطأ وهذا خطأ وغفر الله له ولا يزال من أهل السنة والجماعة. يعني دعني أبدأ، بما أنها مسألة ذكرتنا مسألة الأشاعرة والماتريدية، أيضا النقاش مفتوح لإخواننا ممن يرون أن الشيخ يعني يناقضهم في هذه المسألة. أنت تخرج الآن الأشاعرة والماتريدية من دائرة أهل السنة والجماعة المحضة، صحيح؟ المحضة. أنت ذكرت هذا. أنا ما ذكرت، أنا ذكرت ابن تيمية. طيب نعم، وصف لماذا هذا التفريق؟ يقول لك لماذا التفريق بين أهل السنة والجماعة في بعضهم بعض؟ هو الأشاعرة والماتريدية مثلا، هو حتى شيخ اسلام تيمية يقول هم أقرب أهل الفرق إلى أهل السنة والجماعة. لا شك، ونحن نتفق أنهم متأولون، بل فيهم أئمة أجلاء ما نلحق بغبارهم. فيهم علماء فضلاء، فيهم يعني من أهل العلم ما لهم أسماء ولهم جهود، نسأل الله أن يثيبهم. ونحن لا نتكلم عن الأشخاص ولا نطعن في علماء سبقونا، وإنما نتكلم عن منهج قائم. علماؤنا قالوا إنهم من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيه السنة، لكنهم هم يقولون نحن أهل السنة والجماعة. هم يقولون نعم، وبالتالي هذه دعوة. أنا أدعي ومن يخالفني يدعي، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. لكن هو يقول عندنا الميزان والمعيار، نزن أقوالنا وأعمالنا، ونزن أقوالهم وأعمالهم ومن ذلك العقيدة بميزان الصحابة والتابعين. هو يسمي أسماء يعني كبار علماء، البيهقي، ابن حجر، قلنا النووي، القرطبي، غير ذلك، هؤلاء من السلف كذلك. أولا العلماء غير معصومين، والأمر الآخر أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. ما دام في الأمة من يخالف وينصر الحق فالحمد لله. هناك علماء أجلاء تبنوا هذا المنهج من منطلق المقصد الحسن، هم أرادوا تنزيه الله جل وعلا، ورأوا أو ظنوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ففروا من التشبيه، وقعوا في التأويل، هم مأجورون ومثابون على اجتهادهم وإن كان خطأ يخالف ما عليه الصحابة والتابعون. طيب أنا أريد أن أسأل، الحلقة تنتهي، هل هناك عداوة، يعني عداوة بمعنى كلمة عداوة، بين السلفيين وبين الأشاعرة والماتريدية على الأقل في بلادنا؟ يعني والله في بلادنا والله القتال قاب قوسين وأدنى بين الأشاعرة والسلفيين. على كل، هم الآن الأشاعرة في بلادنا، لعلنا يعني أول برنامج شيخنا، لعل أول برنامج يفتح النقاش هكذا يعني ببساطة. يعني نحن كما ذكرت لك كثير من أئمة الأشاعرة علماء أجلاء، بل هم تاج رؤوسنا ونعتز بهم ونقرأ لهم ونستفيد منهم ونتعلم منهم، لكن نحن ما نتكلم عن الأفراد، وحاشا أن نضلل علماءنا أو أئمتنا. نحن نقول هذا اجتهاد منهم أرادوا به مرضات الله جل وعلا، أرادوا به موافقة الحق، لكن نحن إذا وزننا هذا الاجتهاد بما عليه الأسلاف الصالحون رأينا أنه خطأ. فهنا في بلادنا لا أعلم أن الأشاعرة يرفعون رؤوسهم بدعوتهم، يعني ما وجدنا من يدعو مثلا إلى هذا المنهج أو يقرروا سواء مذهب أهل البلد. هم يقولون نحن مذهب أهل البلد، وجئتم أنتم، أنا سأكون صريح، وجئتم أنتم من الخارج أو ذخرت علينا الدعوة السلفية، فبدأتم أنتم تنشبون هذا الغبار. باي على كل، نحن يعني كما قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وتتبعوا من دونه أولياء. نحن مثلا أنا عندي الجد رحمة الله عليه يعني من مشايخ الأزهر، درس في الأزهر، وعندهم يعني تصوف، وعندهم يعني أوراد وأذكار، ولا أستبعد
أنهم كانوا يتبنون هذا الفكر وهذا المنهج وهم معذورون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لسنا ممن يسب يعني الآباء والأجداد، بل نحن نعلم أنهم في تلك الفترة لم تكن الكتب منتشرة، لم تكن العلوم بهذه السهولة التي عليها اليوم. ربما تلقوا هذا المنهج من مشايخهم ومن كتبهم واعتقدوا أنه حق، فهم مأجورون مثابون على ما بلغهم من العلم. طيب، يعني أنا سأترك المجال في عندما نتحدث في العقيدة عن هذا المذهب، عن هذه المذاهب أغلبها وعما ترونه أنتم أنه مذهب أهل السنة والجماعة. أشكرك على حضورك معنا هذه الحلقة، حفظك الله تعالى الشيخ محمود بن موسى. كذلك السادة المشاهدون، انتهت هذه الحلقة، ملتقانا بإذن الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.